الحمد لله، الحمد لله السميع البصير اللطيف الخبير العليم القدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجل الظلمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى السميع البصير الذي زكيت سمعه وبصره فكان أتقى الخلق لك سمعا وبصرا وعقلا ونظرا وأخذا وعطاء. اللهم صل على أتقى الناس وخير الخلق عبدك سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وعلى ملائكتك المقربين وعلى تابع الأنبياء والمرسلين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله. تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فاتقوا الله وأحسنوا، إن رحمة الله قريب من المحسنين، إنما يتقبل الله من المتقين. أيها المؤمنون بالله، إنما تتجلى التقوى في منهاج الحياة ومسار الإنسان فيها وكيفية قضاء ليله ونهاره وساعاته التي أعطيها منحة من الله تعالى، إن اغتنمها كانت سبيله إلى النعيم المقيم والخلد في المقام العظيم والجزاء الكريم من الإله الكريم، وإن أضاعها وأهملها كانت سبب وصوله إلى نار الجحيم والعذاب الأليم. اللهم بارك لنا في ساعاتنا وليالينا وأيامنا وفي أعمالنا فيها ونياتنا وحركاتنا وسكناتنا. أيها المؤمنون بالله جل جلاله، على قدر ما نقضي فيه الساعات تكون المثوبات والجزاءات، وتترتب المساءلة من عالم الظواهر والخفيات، فإنما زادنا ما عملنا، ما نظرنا، ما سمعنا، ما تكلمنا، ما تحركنا، ما سكننا، ما دخلنا، ما خرجنا في حياتنا هذه. فوجب على المؤمن بالله جل جلاله أن يكون صاحب القرار الصائب السوي الحكيم، بأن يسلم زمامه للهادي إلى الله والدال على الله، وأن يمتثل في الحياة أمر من بعثه خالق الموت والحياة، ويستقيم على منهاجه ويتخلص من أنواع الدواعي عن يمينه وشماله التي تدعوه لأن يقضي أوقاته في أعمال مخصوصة أو كيفيات مخصوصة يستعمل فيها السمع والبصر
وهما من أقوى الأعضاء تأثيراً على قلب الإنسان وعلى دين الإنسان وعلى البرزخ وعلى حاله في يوم القيامة. قال جل جلاله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذ علمنا هذه الحقيقة فإنه يحلو للمؤمن أن يستمع إلى القرآن وذكر الرحمن، ومن أعلى ما يستمعه علم الشريعة أن ينصت إلى أحكام الله ويتفقه في دين الله، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كذلك يفك بصره على التفكر في عظمة الله في عجائب المصنوعات والكائنات، والمشي لقضاء الحاجات الطيبات المباحات والمعينات على الخيرات، والمشي في الخيرات كالمشي إلى المساجد وإلى مجالس العلم ومجالس الخير والذكر، والمشي في صلة رحم، والمشي في بر والدين، والمشي في إنقاذ إنسان أو نفعه أو دفع سوء عنه. يستعمل العينين في مثل ذلك، ويحذر أن يفكها مطلقة فيما حرم الله تعالى عليه من نظر باحتقار إلى مسلم، من نظر بعين شهوة إلى أي صورة، من نظر إلى النساء الأجانب، من نظر إلى زخرف الدنيا بعين الاستحسان أو الاستعظام أو الإجلال. كل ذلك نهاه الله عنه، فاستعماله البصر فيه كفران بنعمة الله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فتصرف الأفئدة في الفكر في عظمة الإله والرجوع إليه والاستقامة في الحياة على ما يحب، وتصرف السمع إلى ما يحب وتكفوه عن استماع الغيبة والنميمة وعن الإنصات إلى الكذب وإلى الأغاني الماجنة. وقد روى الحكيم الترمذي عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من استمع إلى غناء حرم الاستماع إلى الروحانيين في الجنة. والمراد غناء محرم فيه الألفاظ السيئة أو المناظر السيئة أو الحركات السيئة أو اختلاط الرجال بالنساء. أيها المؤمنون، والذي وسع سمعه كل شيء ربكم جل جلاله لا يحب مما يجري في الأرض أن يستمع إليه، كمثل أذان المؤذنين وحسن الصوت بالقرآن. وفي الحديث الصحيح: ما أذن الله لشيء إذنه لنبي يقرأ القرآن يتغنى به. وفي الخبر أيضا: إن الله لا يأذن، يعني لا يستمع استماع محبة ورضا، لا يأذن لشيء مما في الأرض إلا لأذان المؤذنين والصوت الحسن بالقرآن. فهذا الذي يحب الله استماع مما يجري على ظهر الأرض، فليسمع منك ما يحب. ولعلك مر كثير من عمرك ولم تؤذن مرة، اغتنم الأذان وفضل الأذان وسارع إلى الأذان. ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولتسابقوا وجعلوا القرعة بينهم.
أذن ولو كنت معذورا عن الخروج في بيتك، أذن في طريقك في السفر إذا صليت وأنت مسافر، تودد إلى أهل المسجد ليسمحوا لك بالأذان يوما من الأيام لتدرك نصيبك من صوت يحب الله استماعه. ربك يحب استماع صوت المؤذن بالأذان، يغفر للمؤذن مدى صوته. لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. أيها المؤمن بالله، ونصيبك من القرآن ونصيبك من هذا العلم النافع، فإنك تجد بعد دعوة الله ورسوله أن نغنم الأوقات في مثل هذه الفضائل وفي الذكر وفي العلم وأخذه، تجد بعد ذلك ما يبث علينا أصناف الناس على ظهر الأرض، وأكثر تلك الأصناف أصناف سوء، أصناف فساد، أصناف ضلال، قال الله عنهم في كتابه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بثوا لك وسائل وأسباب يدعونك لأن تستعمل السمع والبصر والوقت والعمر الغالي العزيز في برامجهم السيئة والصور التي يبثونها، وجهزوا لك أجهزة كثيرة وضعوها بين يديك، ربما اشتريتها بمالك وكانت سبب هلاك حالك، ربما اشتريتها بمالك وكانت سبب الخسران في مآلك. أتشتري خسرانك بمالك؟ أيها المؤمن، كن صاحب قرار، لست عبدا لهؤلاء الذين يدعونك للصور الخبيثة وللبرامج الخبيثة، وتشتري الجوال بمالك ثم تجلب برامجهم ويأخذون عليك من عمرك الغالي، وربما أخذوا عليك أعز الأوقات في مثل ما بين المغرب والعشاء، أو ما تختم بصحيفتك من عمل اليوم والليلة قبل النوم، أو حينما تبكر في الصباح وتستفتح صحيفة العمل التي تعرض على الله عز وجل، فيأخذون عليك هذه الأوقات لتصرفها فيما يغضب ربك ويوجب عيبك ويظلم قلبك ويوجب الحسرة في آخرتك. فمتى كنت أنت تبعا لهم؟ وبأي حق استتبعوك واسترخصوك فكنت رخيصا؟ كنت رخيصا على نفسك، رخصت عليهم فاشتروك بلا مقابل، اشتروا عمرك الغالي لتضر نفسك، واشتروا عيونك التي ما جاءوك بها، لكن الله أعطاك البصر جل جلاله، ولو شاء أن يسلبك إياه في أي لحظة لسلبك. الله الذي أعطاك البصر، واشتروا بصرك لتعصي به الإله وتتأثر بما بثوا من صور وبرامج. أيها المؤمن، كن صاحب قرار، تعرف المسار وأين تضع الأقدام على أي الآثار، تقتدي بمن وتهتدي بهدي من. أكلما عرضوا عليك شيئا استتبعوك ووجدوك رخيصا، لا قرار لك ولا زمام لك ولا إمام لك ولا هادي لك ولا قدوة لك، حتى يأخذون عمرك، فإذا أخذوا القليل أخذوا بعده الكثير، وإذا أخذوا الصغير أخذوا بعده الكبير، وإذا قدروا أن تؤثر أن تمضي في برامجهم مثل ما بين المغرب والعشاء، والمسجد يناديك، وحلقة القرآن في المسجد تناديك، وحلقة العلم في المسجد تناديك، فتصاممت عن نداء هؤلاء كلهم واستمعت إلى نداء فاسق، إلى نداء فاجر، عمل لك برنامج وتروح تتفرج عليه وتتابعه عبر هذا الجوال أو الإبادة وغير ذلك في أعز الأوقات. من أنت؟ من أنت؟ اعرف قدرك، اعرف قدر خلقتك، اعرف قدر إنسانيتك، اعرف قدر دينك، اعرف قدر
آخرتك التي سترجع إليها، من أنت؟ يضحك عليك هكذا وتخادع بأبسط الأشياء. إن الحق تعالى جعل لك في صدق الإرادة أن تتحكم في الأجهزة وغيرها فتستعملها أنت ولا تستعملك هي، فإن لم تقم بواجبك مع هذا الإله صرت عبدا لغيره والعياذ بالله تبارك وتعالى، واستعملتك هي ولم تستعملها أنت. كل ما مضى منك في شيء يضرك فيها فهي التي استعملتك ولم تستعملها، وهي التي استعبدتك ولم تستعبدها. ولو تحكمت فيها بأمر الله لكنت الأمت المستعمل لها والمسخر لها والمتصرف فيها دون أن تتصرف فيك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اللهم نور أبصارنا بنور الإيمان والغض عما حرمت يا رحمن، والنظر بعين الافتكار والاعتبار والادكار والامتعان. اللهم واحفظ أسماعنا مما يوجب العذاب في القيامة، واجعل أفئدتنا مقبلة عليك على قدم الاتباع لنبيك المضلل بالغمامة. والله يقول وقوله الحق المبين، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العظيم الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ينجو من أتاه بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. وحبيبه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على عبدك المُصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل محبَّته وقُربِه وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمُرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وملائكتك المُقرَّبين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ومن تقواه أن تستتبع أعضاؤنا لمنهاجه الذي ارتضاه، وأن لا نرضى لأنفسنا أن نسير سمعا ولا بصرا ولا فرجا ولا يدا ولا بطنا ولا رجلا ولا لسانا
إلا فيما شرع وأحب وأحل، وفي ذلك فوزنا ونجاتنا وسعادتنا في الدارين. ألا وإن النفوس الأمارة وإبليس وجنده الذين لم يخلقوا شيئا من أسماعنا ولا أبصارنا لا حق لهم أن يستتبعونا وأن نكون رعاعا في أيديهم يفسدون علينا دنيانا وآخرتنا. ولقد تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الشهوات، تعس عبد الهوى، فاز عباد الرحمن، فاز عباد الرحمن الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. أيها المؤمنون بالله، في حياتنا يجب أن نقيم الميزان ونختار ما اختاره لنا الرحمن، ولا نتغافل عما يسر الله لنا من مجالس العلم والذكر، فهي تركة نبينا فينا ورحمة إلهنا وبارينا جل جلاله وتعالى في علاه. ولقد جاء سيدنا أسيد بن حضير إلى النبي يذكر له نموذجا مما كانوا يقضون فيه أوقاتهم أو سهراتهم في الليل. يقول سيدنا أسيد بن حضير: يا رسول الله، كنت البارحة في سطح داري أقرأ القرآن، وكان حسن الصوت، أصلي وأقرأ القرآن، وإذا سحابة غشيتني فيها أمثال المصابيح، وكانت امرأتي بجنبي وهي حامل، فخشيت أن ينفر الفرس وكان قريبا منا، فتخاف المرأة فتسقط ما في بطنها، فاختصرت صلاتي وسلمت وخرجت منها. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ أسيد، ذاك الملك يستمع منك القرآن. الملائكة خرجوا يستمعون قرآنك. ثم جاء في رواية أخرى يقول: لو مضيت في قراءتك لأصبحت والناس ينظرون إليها. كانوا هكذا يقضون لياليهم، كان هكذا شانهم. يقول صلى الله عليه وسلم في نموذج منه فيما يحب الاستماع إليه، يقول لسيدنا أبي موسى الأشعري: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. أي صوت حسن تقرأ به القرآن. كان يقرأ في المسجد، الصحابي في مسلسله وبرنامج السهرة، لكنه نبوي، لكنه إلهي، ما جاءت بأيدي فساق. هو في سهرته يقرأ القرآن في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته، خرج من الحجرة إلى قريب المسجد يستمع إلى صوته، تعجبه قراءته، حتى قال لبعض أمهات المؤمنين: تعالي فاسمعي. ووقف النبي يستمع: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: يا رسول الله، أما والله لو أعلم أنك تسمع وأنت تفرح بهذا لحبرته لك تحبيرا. قال: أنا قرأت قراءتي العادية، ولو علمت أنك تحب هذا الصوت والقراءة لحبرت زدت إحسانا طلبا لمرضاة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم ذاك الاستماع. قال الله في بيوت نبينا، يقول لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. ما الذي يتلى في بيوتهن؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، القرآن والسنة الغراء. هذا بضاعة المؤمن وصداره، فهل يتلى في بيتك الآيات والحكمة؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. المؤمن ترضى لنفسك أن يشابه بيتك بيت يهودي وبيت نصراني وبيت ملحد فاسق؟ فليشابه بيتك بيوت النبي وبيوت الصالحين من عباد الله. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. اغنم وقتك واغنم عمرك، ولا تبع نفسك برخيص لهوى ولا لشيطان من شياطين الإنس والجن، وأصدر قرارك في مسارك في الحياة. تغنم: سبحان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واليقين، واجعلنا في عبادك الصالحين. انظر إلى استعمال الأذن فيما لا ينبغي. يقول عليه الصلاة والسلام: من صور صورة، يعني من الصور المحرمة،
وما كان منحوتا من التجسيم على هيئة الأصنام كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح فيعذب وليس بنافخ. ومن استمع إلى حديث قوم هم لا يحبون استماعه إليه صب في أذنه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص المذاب، صب في أذنه الآنك يوم القيامة، أجارنا الله من هذا السوء وشر. ومن تحلم ما لم يرى، يعني يقول رأيت في النوم كذا كذا، رأيت كذا، كذب ما رأى، أعطي شعيرة من نار وكلف أن يعقد بين طرفيها فيعذب وليس بعاقد. كيف يقدر يعقد بين طرفي شعيرة؟ طرفي شعيرة كيف يعقد بينها؟ يقال كما افتريت وكذبت بهذه الرؤيا، اعقد بين الشعيرتين، فلا يستطيع ذلك. هكذا جزاء من عرف، من لم يعرف كيف يتكلم وكيف يستمع وكيف يسخر أعضاءه لما يسعده في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا تقواك، واكتب لنا رضاك، واجعلنا ممن تمسك بهدي خاتم أنبياك، وأصلح شؤوننا في الدنيا والآخرة يا مصلح الصالحين. أكثر الصلاة والسلام على محمد الأمين، فهي من خير زادكم لنيل رضوان رب العالمين، فلا يصلي عليه أحد صلاة واحدة إلا صلى الله عليه بها 10 صلوات، وهو القائل إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ولقد أمرنا الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيها بالمؤمنين فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك الداعي إليك والدال عليك نور الأنوار وسر الأسرار سيدنا محمد، وعلى الخليفة من بعده المختار وصاحبه وأنيسه في الغار، مؤازر رسول الله في حال السعة والضيق، خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب حليف المحراب أمير منا سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى من استحيت منه ملائكة الرحمن محيي الليالي بتلاوة القرآن أمير من ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير من سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانتي نبيك بنص السنة، وعلى أمهما الحورة فاطمة البتول الزهرة، وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا وأمهات المؤمنين، وعلى الحمزة والعباس وسائر أهل بيت نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس، وعلى أهل بيعة العقبة وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان وسائر الصحب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أعلي كلمة المؤمنين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إن أهل المعاناة الشديدة من المؤمنين في الشرق والغرب في معاناة حلت عليهم من آثار استعمال الأسماع والأبصار في غير ما أحببت واتصال القلوب بغير ما ترضى، اللهم فإنا نستغفرك لنا وللمؤمنين والمؤمنات ونسألك هداية لهم تخلصهم من الشدائد في الدنيا والآخرة وترد بها عنهم كيد عدوهم في جميع شؤونهم الباطنة والظاهرة. اللهم حول الأحوال إلى أحسن حال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم أنظمنا في سلك أهل تقواك وارزقنا الحظ الوافر من رضاك، وتولنا بما أنت أهله ولا تولنا وليا سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تصرفنا من الجمعة إلا والقلوب منورة والأسماع والأبصار مطهرة وجميع أعضائنا وقلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ارزقنا حسن استعمالها فيما يرضيك عنا
وتولنا بما أنت أهله في الحس والمعنى، واختم لنا جميعا بأكمل الحسنى، واغفر لوالدينا ومشيخنا وذو الحق علينا خاصة، وأموات المسلمين وأحياؤهم إلى يوم الدين عامة، واختم لنا بلا إله إلا الله، واجعل آخر كلام كل واحد منا من هذه الحياة لا إله إلا الله متحققا بحقائقها، وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.